يكون حد كوتش يعني مبروك. لعب غالي لفريق عمان من اليوم، سيطرة كبيرة، سيطرتوا على المباراة بشكل كامل. قد ايه كنتوا حاضرين لتخلصوا المباراة بهالفارق الكبير؟ رجع منك هيدا الفريق قدام هيك جمهور، ما فيك ما تعطي هيك بيرفورمنس. نياس امبارح اشتغلنا اكثر من قبل تاني جيم، ما كان عندنا وقت، كان في تعب من بعد اول جيم. امبارح اخذنا وقت اكثر، ركزنا اكثر على الهاف كور ديفنس. هارداك رياضي. انا بدي اوضح شغله بس، هذيك المره شكرت افراد من رابطه جمهور رياضي لانه قدرنا نخلص ماتش بلا مشكل. عم تحكي على جيم 2؟ جيم 2 بس ما اكيد ما شكرتهم على الاهانات اللي طالت رئيس لجنه الكره السله سيد بليغ الشادريا. اليوم جمهور رائع بشكرهم، بقول لهم هارداك عن جديد الرياضي، جريت سيزون، والف مبروك للهوميتمن. بشكر عائلتي وبهيدا اليوم المبارك زي ما بقولوا. يعني شعرين مباركي كمان كنت بدي اقول لك، يعني دفاعا عند الرجال عم تكون مميز مع فريقك بيروت بالديفنس، عند السيدات اليوم فرجيت انه كمان قدرت تلعب ديفنس ممتازه عند السيدات. شو سر هالديفنس؟ مش بس رجال كمان سيدات. حبيبي ميرسي، وكمان مع المنتخب اذا لاحظت. اكيد انا برجع بقول لك الكريدتس بيروح لكلنا، جهاز فني، اداره، بشكر رئيس تالين شادا، كوتش ربيع، جاد، سكاوتر، هيدا كله شغل بيودي لهيك نتيجة. بدك تنزل تشتغل على أرض الملعب بكل تفاصيلها وأكيد نوصل لهون. أنا بدي أشكرك كوتش ربيع.